عندك بقى كلام كتير قوي 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 ايه في المنتخب. المنتخب امبارح طبعا مبروك لينا كلنا تأهل المنتخب بشكل رسمي لدور 16، مباراة كسبتها فزت فيها نتيجة 2-0 على منتخب الكونغو اللي كان غير موفق في هذه المباراة. عشان نبقى صراحة، منتخب ضيع كورتين جون في العارضة، انت كان التوفيق حليفك الحمد لله، يا رب التوفيق يستمر معانا لغاية النهائي. بصراحة لو خدنا البطولة دي هيبقى ربنا كاتبها لنا بإذن الله يا رب، يكون إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكون كاتب لنا البطولة دي عشان الشعب ده يفرح. المقاومات عليها كلام كتير بس مش وقته، ومش هنتكلم عن أي مقاومات أو أي سلبيات أو أي نواقص في المنتخب، أنتوا حضراتكم عارفينها كويس قوي، لأن مش ده الوقت المناسب، مش ده الوقت المناسب اللي نتكلم فيه على أي حاجة المنتخب. أهم حاجة دلوقتي مننا كمشجعين وكمصريين وطنيين إن إحنا نساند المنتخب ونأزره كل المؤازرة، كل المؤازرة. المجمل بتاعت مباراة امبارح او المجمل بتاع مباراة امبارح، كسبنا، خدنا 3 نقط، تأهلنا لدور 16. عندك مباراة اوغندا يوم الاحد ان شاء الله، هدفك ايه؟ هدفك انك تصعد اول مجموعة عشان الحسبة بقى هتشوف هتقابل مين من التوالي، سواء المجموعة الثالثة او الرابعة او الخامسة، وهقول لكم التفاصيل الخاصة بالمقابلات اللي ممكن نقابلها في دور ال 16. لكن الهدف من مباراة امبارح اتحقق، كسبت 2-0، شباك نظيفة تمام، وعودة محمد صلاح للتسجيل، حتى لو هو ما كانش اتأخر كتير قوي في موضوع التسجيل، لكن نفسيا يا جماعة هيفرق قوي مع منتخب مصر ان لعيب بحجم محمد صلاح يهدف امبارح. ده كان شيء مهم وضروري، وانا قلت لحضراتكم قبل كده ان ده مهم قوي ان محمد صلاح سجل هدف امبارح عشان يرفع كل الضغوط النفسية عنه وعن الجهاز الفني وعن اللاعبين. بالتالي ان شاء الله نلاقي اداء افضل من كده، يا رب يا رب نلاقي اداء افضل من كده للمنتخب خلال الفترات اللي جاية والمباريات المقبلة. والصعوبة ممكن تبتدي من دور ال 16 وممكن تبتدي اكثر من دور ال 8. دور ال 16 حتى الان لما نشوف هنلاعب مين ممكن تبقى مواجهه باذن الله سهله، لكن الصعوبه الحقيقيه من دور ال 8، فلازم يكون تركيز اكبر ولازم يكون في مجهود اكبر من كده بكتير، سواء من الجهاز الفني او كمان من اللاعبين. ده فيما يخص ايه مباراه الامس.